ما نعرفهم ما نستنفع فيهم ما نتبعهم. شتا هذيك اللي انت كدا تحوسي الججلي هذيك اسوء مؤثره في الجزائر. مؤثره جايه تاع بلادنا وشافها ويتبع في الجياحه. قلت لك انت بنتك في الدار يتشطح. شنو ولايه الاخ؟ ولايه تبسه داير تشريع ولايه تبسه. حي لينا سبسه ربي يبارك فيكم اخويا. في خاطرنا سبسه كامل وفي خاطر عرب جي لي جون جينيرال وراك تعجبني بزاف عمي حسين. الحمد لله قسم بالله العظيم صافي بليزير. الحمد لله تعجبني بزاف راك داير نشاط الله يبارك. الحمد لله كونتر على لا ما كان لها نكمل نورمال. معليش اخويا حنا ولا كونتر حنا خيرنا السوجي هذا تاع السلام عليكم صعيطه تاع المؤثرين اللي راهم يدوروا دوقا في تيك توك الانستغرام وتلقاهم ملايين كما يقولوا متابعين تاع. واش رايك في المحتوى تاع والله يا عمي حسين واش راح نقول لك نجيب لك من الاخر بورطو الواحد الله يبارك شاف وعاف وكل شيء. الحاجه الوحيده اللي ما سوبورتيهاش انا تيك توك انستغرام والله ما عندي الصامن عظم من بالله والله ما عندي. معليش انت فيسبوك الشيء اللي راهو يدور اسكو راهم يقدموا محتوى هكا يستنفع به المجتمع الجزائري؟ ما كانش محتوى يستنفع به الشعب الجزائري بصفه عامه. ما كانش حاجه كيما نقولوا تعطيك حاجه تستفيد منها ولا ما كانش بليبار ما همش يعجبوني ما همش يقدموا في محتوى صح يفيد في لاجوناس ولا يفيد ام يديروا في فايز جايحين ما نكذبش عليك. المحتوى اللي يديروا المؤثر بار اكزومبل واحد مؤثر واش المحتوى اللي يعجبك اللي يديروا بار اكزومبل حاجه تفيدني انا ما نكذبش عليك. كما كاين واحد خبيب يوري لك بلايص يعيد لك عفايس الثقافه تاع الناس تاع بلدان كلش مي كاين عفايس كاين مؤثرين يديروا عفايس ما حبش نهضر مي شنو ما يعجبوش المؤثرين تاع بلادنا وشافها ويتبع في الجياحه مي سامحني كاين ما يعرفوش ما يروحوش عند انسان واعي يتبعوا انسان واعي انسان يفهم يروحوا غير الجياحه. غدوه من غدوه تلقى انت بنتك في الدار يتشطح كل ما انا نشوف واحد المراه مزوجه تصور في راجلها شفناها ديرنيير فوا وتقول لهم زعما يخسن المواعن وتقول لهم مسيطره. سؤال اليوم على هادو هم اللي دايرين حاله في الانستغرام وتلقى عندهم نسبه مشاهده عاليه 1 مليون كذا على المحتوى تاعك اسكو راك تستنفع به انت ولا ما تعرف؟ والله يا خويا حسين غير نص فيهم ما نعرفهم ما نستنفع فيهم ما نتبعهم ما عندي المحتوى اللي راه يقدموه شايفو انت ولا فيهم وعليهم مي لابليبار ما شايفوش. كاينين اللي يقدموا كاينين بيان سور كاينين اللي باينين وكاين اللي تلقاه ويدير غير باش يدير لي زابوني والغريب في الامر حنا ولينا نشوفوا هادو اللي يقدموا محتوى عيان عيان ما يفيدش بنادم ما يفيدش تلقى اللي يبيع اكثر على الاخر وهما يتبعوا السما اللي بلا فايده يتبعوا اكثر اللي فيه فايده اللي فيه فايده تلقى لي زابوني تاعو كلالو واللي ما فيهش فايده تلقى يطلعوا لي زابوني والشعب يتبع فيهم اكثر. لازم يعطينا شي حاجه ينفعنا بها ماشي انا كي يروح يشطح ولا معنا ما نديرو في هذيك بالك نعرفو نشطحو اللي كيفهم اللي كيفهم راه يطلعوا فيها صاحبي. معليش دقيقه انت واش رايك المحتوى عندك انستغرام؟ لا ما عنديش والو والو راك تسمع بهم هادو صحاب نسمع باينه ما نشوف عند صحابي هكذا نورمال. راك عاجبك المحتوى؟ لا نو ماهوش كاع عجبني. وعلاش؟ لا ما نستعملوش كاع الفيسبوك وما عنديش. معليش المحتوى اللي راه يقدموه هادو تاع الانستغرام وكذا اسكو راك تستنفع به انت؟ ماهوش كاع عجبني ماهوش كاع شباب والمحتوى اللي راهم يطلقوه ماشي تاع ما كيف حبيت نقول لك ماشي حاجه شابه وصاي ماشي حاجه مليحه. بالنسبه لي حاجه ما تنفعنيش ما حطش وقتي فيها ها كيف ما من الاخر ما تعرفهمش انت مالو ما ندوحش نتابعه جا في طريقي جا ما جاش هذه اللي مناش. والله انا ما نتبعش الحوايج هادو باش تدخل الانستغرام كان الناس تخدم كوتي نيجاتيف وكان يخدموا لا بريبار يخدموا غير نيجاتيف بوزيتيف ما كانش لا فيريتي شي حاجه لا فيريتي شوفوا غير نيجاتيف. مثلا نعطيك ان ايدي شوف سواليف في كارسو كامل يشطحوا منا كامل عنده 3 مليون 4 مليون في الفارغ فهمتني. ابري تشوفو انت في الناحيه زعما تاع يكون يشطح تروح تكاه ممثل فهمتني. كاين بزاف الناس تروح انت تكون تتبعو في الانستغرام تكاه يشطح يجيح منا تقعد بالناس ابري تروح تشوفو انت في قناه تاع التلفزيون تسمى راح تشوفو اون فامي يعطيك الصحه فهمتني. دوك وهذوك الناس قلت لك تسمى ما يخدموا شي حاجه نيجاتيف ما ياثروا على الناس اللي يخدموا شي حاجه بوزيتيف يخدموا حاجه مليحه نيجاتيف توجور ياثر على البوزيتيف فهمتني. كونترار ما يسكن حاب بنادم يكون يخدم شي حاجه بوزيتيف
هو فهمتني هو يقدم الانتقادات الواحد يخدم شي حاجه نيجاتيف ينصحو يرشدو كل خدمه كيفاه وهي دوك نشوفو فيها كونترار دوك واحد يشطح يروح ينتقد واحد صافي شحال هو في المهنه تاعو فهمتني صح راه صافي شحال هو في المهنه تاعو ابري كيما شفنا الخطره الاخرى في التلفازه واحد الصحفي انتقدتك هكذا خويا حسين الانتقاد تاعها ماشي كيما نقولو ما تقدرش كيما هذيك الصحفيه ولا ما على باليش واش الخدمه تاعها بيسك انا واحد منا جامي شتها لا فيريتي جامي شتها غير كي انتقدتك خرجتنا في لي باج تاعنا تاع جيجل خرجتنا بزاف اللي صح سامحني برك من هاد النقطه حنا ما جيناش زعما باش نكريتيكيو في الصحفيه ولا حاجه رانا نكريتيكيو لا حنا انا باش نهضر بيسك انا راني نقدم انا نقدم حبيت نقول لك بالك هي راهي تشوف لا فيديو هذا حنا ماناش تاع القصف ولا تاع الاخر حنا كي نهضروا نهضروا برزانه ونهضروا باحترام وكيما يقولوا المستوى تاعنا ما يسمحلناش باش ديروا حوايج كيما يقولوا اللي باش من الجانب هذا اخي حسين نهضروا من الجانب هذا خلاف حنا جوج لا بصفه عامه نهضروا على الجوازه الجواز لا محكورين فهمتني الجواز لا محكورين حفظكم ربي يحفظكم ان شاء الله من هذا المنبر على كل حال من قبل درنا واحد السوجي على اللي راهم يقدموا محتوى في الانستغرام محتوى في فيسبوك وكذا معليش حنا لسنا ضد هذا المحتوى ماذا بينا يكون محتوى كما يقولوا اللي يسفع به الشعب الجزائري المحتوى اللي يرضى به ربي سبحانه المحتوى اللي يديره انسان يدير به صدقه جاريه ميم غدوه كي توفى هذيك كما يقولوا تبقى تخدم عليه في قبره ماشي دوك ندير كما يقولوا البوز بالجياحه ندير حاجه اللي يغضب ربي سبحانه منها وحاجه بالك ما يستفعوش بها الجيل الصاعد كما رانا نشوفوا الظواهر اللي راهي تصرى في التيك توك كاين اللي تلقاه يشطح كاين اللي تلقاه تشطح حتى صرا الطلاق فيها كاين اللي طلق المراه تاعو لقاها تشطح في تيك توك كاين اللي وليدو خرج له الطريق ما على بالوش بالك كان يقرا كي ولا يتبع تيك توك هذا ولا يشوف الناس تشطح وتطلع في لي صابوني وهكذا عاود تبع طريقهم حنا ماذا بينا كما يقولوا من هذا المنبر ماذا بينا يديروا حاجه اللي يستفع بها المجتمع ما يهمنيش انا لي في ولا حاجه تهمني حاجه كما يقولوا اللي يقدمها وننفع بها المجتمع الجزائري ماشي زعما ندير حاجه اللي تغضب رب العالمين وتكون ضد القيم اللي رانا عايشينها قيم الدين وكذا والاخر ندير بها البس نو الغريب في ذلك ان نشوفوا بعض القنوات راهم يصادفوا غير كيما يقولوا تلقاها في الانستغرام وخارجين الطريق تلقاها تلقاهم يصادفون في قنوات هذا عار على القناه دوك انا نريح مع بابا نتفرج دوك بابا يبقى يشوف المخلوقه هذه كنضر تشطح في تيك توك ودير كلام تاع العيب نروح نشوفها في قناه يقول لي وليدي شكون هذا نحشم نهضر له حنا ماذا بينا كما يقولوا ما نزيدوش نشوفوا الراسه تاعهم نشوفوا الراسه تاع ناس يكونوا ما شاء الله ناس كما يقولوا ذات قدوه ناس يكونوا محترمين ناس كما يقولوا عندهم سمعه طيبه في المجتمع هذا واش نستفعوا به انا بالنسبه لي المؤثرين تاع الصح هما كشك الغامدي الناس تاع الدين تاع القران هذوك صح انا يطلعوا بيا ماذا بيا نستنفع نحفظ من عندهم القران نحفظ من عندهم الخطب الدروس كذا حاجه نستفع بها ونفع بها المجتمع انا ميم دوك الانسان كيحب يكون تاع التيك توك ولا انستغرام انا ما يهمنيش كيما يقولوا ندير حاجه ما راحش نفع بها المجتمع تاعي كيما يقولوا ما يهمنيش لي في تمني ندير حاجه ولو تشوفها فئه قليله نديهم حسنات خير ما ندير حاجه قبيحه فيها لي في ونديهم سيئات ونديهم ضره هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي.